أما هلا رح نروح لأولى فقراتنا، فرح وكمان فقرتنا الأولى أدبية، ويعني بالمجمل خلال الفترة الماضية أغلب النشاطات الثقافية اللي شهدناها كانت محورها هي فلسطين، ومثل ما بنعرف في كثير عنا من الكتاب والأدباء اللي تغنوا وكتبوا عن فلسطين وعن طبعا الأدب المقاوم. قصة بسيطة لنضال شعب على رقعة صغيرة من كوكبنا من أجل الارتقاء فوق الانقسامات والاضطهاد والاستغلال ودعم المساواة وأيضا الابتعاد عن البؤس. هي القصة رواها الكاتب ضمن رواية اسمها أغاني وأسرار، وتم توقيع هذه الرواية ضمن مكتبة الأسد الوطنية. الكتاب طبعا سلمى صدر من المشروع الوطني للترجمة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، ومن ترجمة سوسن بدر. لنحكي أكثر عن مضمون الكتاب ومناسبة صدوره وتوقيعه أيضا معنا الأستاذ الكاتب حسام الدين خضور، طبعا كان له دور في إدارة ندوة الحوار حول هذا الكتاب. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ حسام، خلينا نحكي عن أهمية هذا النوع من النشاطات الثقافية اللي موجودة حاليا وخصوصا بظل اللي عم بنمر فيه. النشاط الثقافي جزء من الحياة العامة للمجتمع للبلد، هذا دائم. ونشاطنا في وزارة الثقافة في الهيئة العامة السورية للكتاب هو نشاط متعدد الأشكال، بمجملة يدور حول منتجنا الثقافي المحلي والمنتج الثقافي العالمي أو الأدبي العالمي. ومن النشاطات التي تنشط في وزارة الثقافة هو ترجمة الأدب العالمي، وفي هذا المضمار كان للمنتج الثقافي الأفريقي دور في عملنا في وزارة الثقافة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية كرسنا سنة 2015 للأدب الأفريقي، وفي أحد أعداد جسور ثقافي وهي مجلة تصدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب أيضا، كانت شخصية العدد كاتبة أفريقية ذات مكانة عالمية هي نادين جورديمير أيضا. وهذا الكتاب الذي سنتحدث عنه هو أحد المنتجات الثقافية التي تمت ترجمتها في مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب، وهو كتاب لسفير جمهورية جنوب أفريقيا في سوريا، وهو أحد المناضلين ضد التمييز العنصري والأبارتايد في جنوب أفريقيا من خلال موقعه في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حزب نيلسون مانديلا، الشخصية المناضلة المعروفة عالمياً. هذا الكتاب هو حقيقة سيرة ذاتية لهذا الكاتب الذي خاض غمار النضال الوطني ضد التمييز العنصري في بلده. والسيرة الذاتية هي ربما يمكن أن نعرفها بأنها كشكول، هي بذاتها جنس، لكن هذا الجنس له علاقة بالرواية والقصة والتاريخ والعلوم الإنسانية كافة. ويمكن أن نقول عنه أيضا أنه تاريخ بذاته، وهو مصدر تاريخي. نعرف أن الكبار السياسيين أو ذوي الاهتمام بالشأن العام عند مرحلة من حياتهم يذهبون إلى كتابة سيرتهم الذاتية. نعم. وهذه السيرة تكون عادة ذات أهمية حيث تضيء على جوانب معينة من حياة شعب، من حياة بلد، من حياة لنقل فئة مجتمعية ما. وهذا الكتاب حقيقة يسلط الضوء على نضال الشعب جنوب أفريقيا بكل فئاته ضد نظام التمييز العنصري الذي استطاع ذاك الشعب، شعب جنوب جمهورية جنوب أفريقيا، أن ينهيه. ولم يعد في العالم ثمة نظام يقوم على التمييز العنصري بشكل أو بآخر
إلا الكيان الصهيوني في فلسطين. نعم. هذا النظام أو هذا الكيان الذي يمارس أشكالا مختلفة من التمييز ضد الشعب العربي الفلسطيني، وهو أيضا إلى زوال بكفاح شعبه وبتضامن شعوب العالم كافة، لأن حتى جنوب أفريقيا كان إنهاء أو تصفية النظام العنصري فيها هو نتاج تضامن شعوب العالم كافة مع هذا الشعب الصديق. اليوم أستاذ بتشوف حضرتك الأداء بمختلف أنواعها وبمختلف تجارب الشعوب، قديش هي ممكن تكون إذا بدنا نقول أرشيف بيختصر يمكن تجارب الشعوب بالكفاح، إن كان بالسودان وإن كان بأرضنا المحتلة بفلسطين الحبيبة وأي بلد يمكن تعرضت للاحتلال أو تعرضت للعدوان؟ الأدب عموما هو أرشيف، هو يعكس يعني الأدب في كل أجناسه، إن كانت روائية أو مسرحية أو قصصية أو شعرية، يعكس حياة الشعب بعيدا عن كل شيء. الأدب المجرد عن قضايا الناس، عن هموم الناس، ليس أدبا، هو زخارف. فالأدب هو أرشيف حياة الشعب في كل ميادين نشاط هذا الشعب، ونحن حريصون في وزارة الثقافة على ترجمة آداب العالم بالإضافة إلى العلوم الإنسانية، لكن آداب العالم هي يعني يمكن أن نقول عنها مهمة من المهمات التي تأخذ الهيئة العامة السورية للكتاب ترجمتها، ومن كل لغات العالم، من كل آداب العالم، لأنها ترى في ذلك المنتج الأدبي والفني صورة لشعوب تلك البلدان، تلك اللغات، وبالتالي تغني أدبنا، تغني معارفنا، تغني ثقافتنا، وتكون بذاتها جسرا للتفاهم والتعاون بين شعوب العالم كافة. نعم. طب أستاذ حسام خلينا نحكي شوي، كتاب أغاني وأسرار اليوم والإسقاطات اللي بداخله عن ما يحدث في غزة وكيف تلقى الجمهور من خلال طبعا وجودك وإدارة هذه الندوة محتوى الكتاب. كما قلت هذا الكتاب هو سيري ذاتي لمناضل في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي خاض نضالا عسكريا وسياسيا ضد نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وبالتالي هذا الكتاب له ما يجمعه مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني الكثير، فكلا المشكلة في كلا البلدين هي مشكلة واحدة، مشكلة التحرر من اضطهاد، من تمييز، من احتلال. أيضا جنوب أفريقيا كانت محتلة كما تعلمان من استعمار غربي، وأيضا نحن هذا الكيان حقيقة يمكن أن نعتبره بقايا الاستعمار الغربي على أرضنا، هو يعني كيان مصطنع جاء به من الخارج باقتلاع أصحاب الأرض باقتلاع شعب من أرضه وإحلال شعب آخر مكانه. هذه مشكلة حقيقة يعني لا تصدق يعني، لكن هذا الواقع اللي قام، ودليل على ذلك الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش في الشتات في مخيمات حول فلسطين وفي العالم أيضا. فهذا أمر يعني إذا حاولنا أن نقارن بين نضال الشعب جنوب أفريقيا والشعب العربي الفلسطيني نرى كثيرا من الأشياء التي تكاد تكون متطابقة بين نضال الشعبين.
وكما استطاع شعب جنوب أفريقيا أن ينتصر على نظام لا إنساني، شعبنا العربي الفلسطيني أيضا سينتصر على عدو، على الاستيطان، على هذا الاضطهاد، على هذا الاحتلال، الظلم الذي لحق به والذي يرعاه الغرب الأطلسي. حقيقة الآن نرى أن المشكلة هي مشكلة مع الغرب الأطلسي الذي جاء بحاملات طائراته وبوارجه ليحمي هذا الكيان الذي تلقى ضربة مؤلمة في 27 الماضي. هذا الشعب الذي استطاع رغم الحصار، رغم يعني كل الأشياء التي تضعفه، أن يبني مقاومة تحت الأرض ويفاجئ العدو ويلحق به ضربة قاتلة يمكن أن نقول. هذا الشعب لا يقهر، هذا الشعب سينتصر حتما، ورغم كل العون الذي يتلقاه من الغرب الأطلسي الذي يعطل القانون الدولي. يعني الكيان الإسرائيلي هذا وجد بقانون دولي بموجب قانون صادر عن الأمم المتحدة، وهؤلاء الذين أوجدوه بقانون دولي الآن لا يعترفون بالقانون الدولي. صحيح. يعني لا قانون دولي، لا قانون إنساني، مجرد فرض إرادة ظالمة غاشمة على شعب يتطلع إلى الحياة. هذا شعب حي، هذا شعب لا يمكن أن ينهزم ولو عاش ظروفا صعبة، ظروفا لا إنسانية، لكنه بعزيمة شعبه وبعزيمة أشقائه وبعزيمة الأحرار في العالم سينتصر. نعم، يمكن هذا إيمان كلياتنا نحن مآمنين في أن النصر أكيد رح يكون من حليف أهلنا بغزة. اليوم مع اختلاف أساليب يمكن الغدر، مع اختلاف أساليب طمس الحقيقة وتغيير الوقائع، كان من بيناتهم الثقافة يلي هي كانت سلاح كتير كبير استخدموه، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي تزييف الحقائق والواقع. لما نحن منكون على مدركين أهمية ويمكن غدر وبطش العدوان، قدي لازم يكون في انتقائية كتير كبيرة من قبل الهيئة العامة السورية للكتاب، ممكن بانتقاء الكتب والعناوين المترجمة لحتى تكون بأيدي الشعب السوري والشباب اليوم. يعني الهيئة العامة السورية للكتاب من خلال وزارة الثقافة التي ترعاها وزارة الثقافة، يمكن أن نقول عنها هي الإدارة الثقافية الرسمية للبلد. ونتاج الثقافة للهيئة العامة السورية للكتاب متمثلا بالكتاب ترجمة أو تأليفا هو عمل يمكن أن نقول عنه عمل هادف يتطلع إلى بناء ثقافة وطنية إنسانية، يعني تعمل على أن تقدم المعرفة للمجتمع بكل فئاته في جميع ميادين المعرفة الإنسانية من أدب وفن وعلوم. وهذا الأمر هو العمل الطبيعي، العمل العادي الذي نقوم به، ونعمل على ألا يكون تزييفا للواقع، أن يكون علميا، أن يكون وطنيا، أن يكون تحرريا. فهذه المبادئ التي هي مبادئ بلدنا، مبادئ شعبنا الذي يتطلع إلى الحرية والسلام وحياة أفضل لنا وللشعوب ولبقية الشعوب. نحن شعب مسالم، نحن شعب نتطلع إلى تعاون وعلاقات تعاون مع كل شعوب العالم، نأخذ من العالم ونعطي للعالم،
وهذا العمل اليومي لنشاطات وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب أيضا والمثقفين الوطنيين في بلدنا في كل الأوساط أيضا. أكيد يعني اليوم أستاذ حسام كنا من خلال حضرتك هيك عم نشوف بعض نافذة، خلينا نقول نافذة أدبية على أهم يمكن الكتب، ومنها مثال اللي كان معنا اليوم كتاب أغاني وأسرار اللي هو بيحكي عن كفاح الشعوب. وخلال الفترة الماضية تم تناقل صور على مواقع التواصل الاجتماعي لأربع كيانات محتلة، أو فينا نقول اللي هي حاربت الأهالي الأصليين، كان منهم بجنوب أفريقيا وأيضا الهنود الحمر أمريكا وأيضا بالمغرب وغيرها من الدول اللي كان الاحتلال البريطاني والفرنسي والأمريكي والآن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. أهمية دور الأدب بتأريخ كفاح الشعوب. كما سبق وقلت أن الأدب هو انعكاس للواقع، فكونه انعكاسا للواقع فهو يقدم صورا مختلفة من شتى جوانب الواقع. وهو قيل عنه أنه التاريخ غير الرسمي، لكن التاريخ الواقعي والحي حقيقة للحياة العامة في بلد من البلدان من خلال كفاح شعبه والجهات الفاعلة في المهتمة بشأنها العام الاجتماعي والوطني. فالأدب هذه رسالته أن يقدم لوحة أو فهم للعالم، فهم بأدوات أدبية بأدوات فنية. هذه هي وظيفة الأدب، وفي تقديري أن آداب الشعوب خير تاريخ لتلك الشعوب، هي الصورة الأجمل التي تقدمها الشعوب لبعضها بعضا. ونحن في وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة السورية للكتاب نحاول جاهدين أن نقدم النتاج الجميل للعالم، النتاج التحرري للعالم، النتاج المعرفي للعالم إلى أبناء شعبنا. هذه هي مهمتنا الوطنية الثقافية وعليها نعمل جاهدين. نعم. يعطيكم ألف عافية أستاذ، شكرا لك، شكرا لكل الجنود المجهولين، لكل الكتاب، لكل العاملين بالهيئة العامة السورية للكتاب على كل الإنتاجات الفكرية والعمل الدؤوب رغم كل الظروف والحصار بمختلف مناحي الحياة. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك. شكرا للأخبارية السورية. يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.